لو عايز تغير في هيكل الملكية، معنى ذلك لو في ناس هتبيع وفي ناس هتشتري، المادة 7، أي عملية بيع أو شراء يا شباب في الشركات المساهمة لازم بتتم عن طريق إيه؟ هتتم فين؟ تمام، بس عملية البيع والشراء مين اللي هينفذها؟ لازم تتم في البورصة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة. مدرجة يعني إيه؟ يعني الأسهم، الشركات المدرجة في البورصة اللي هي في الأسهم، الأسهم المدرجة اللي بتتباع وتشترى فين؟ في البورصة. غير مدرجة اللي هي الشركات المغلقة، في حاجة اسمها خارج المقصورة، هي ليها أسهم ولكن مش مدرجة، فبتتباع فين؟ في عمليات الخارج، خارج المقصورة. لازم أبيعها، أبيعها فين؟ في خارج المقصورة. ومين اللي بيحالي؟ سمسار، اللي هي شركة الأوراق المالية. نعم، خارج المقصورة. مفيش، ما بتدي الأوامر فيها والأوردر لشركة السمسرة ما بتتمش على الشاشة، لأن أنت مش مدرج، ما بتتمش على شاشة البورصة، بتتم في البورصة أي نعم، بس بتتم خارج المقصورة المساهمة. هتدفع كام؟ احنا عندنا نوعين من الشركات، الشركة المدرجة في البورصة اللي هي الأسهمها بتتباع وتشترى على الشاشة في البورصة، دي بتتم عن طريق سمسار، أوامر بيع وشراء سمسار. الشركات الغير مدرجة اللي هي الشركات العادية بتاعتنا احنا، الشركات المغلقة اللي مش مطروحة في البورصة، بتتم برضه في البورصة عن طريق سمسار، بس ما بتسمعش على الشاشة، بتبقى حاجة اسمها خارج المقصورة، لكن لازم تتم في البورصة. بتيجي حاجة اسمها اختارات نقل الملكية. اختارات ايه؟ 99% من شركات المساهمة. لا، ما هو خارج ده لازم تكون اسهم، انت مش هطلع لك شهادة لما يكون متسجل هناك ليك شهادة اسهم، ولكن مش مدرجة، ما بتعملش عليها. بره يعني احنا شركات مساهمة لكن مش مدرجة. لو عايز تبيع وتشتري اسهم يبقى هيتم داخل المقصورة، خارج المقصورة. هجيب انا اختارات نقل الملكية المادة 7، لازم قبل ما اعمل الجمعية عشان اخد منهم النسب، فلان باع لفلان وباع له كام، وبعد ما باع اصبح نسبته كام وفلوسه كام. طيب انا دلوقتي هعتمد له الجمعية العامة غير العادية في الهيئة العامة للاستثمار، باخد كشوف الحضور، باخد كشف حضور سادة المساهمين، باخد كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة، باخد كشف استلام الدعوات، باخد أصل محضر الجمعية، وبكتب طلب لرئيس الإدارة المركزية للشركات إنه يعتمد لي ده، وبيكون فيها مرفق صورة البطاقة بتاعت سيادتك، وأنت بتكون مفوض داخل الجمعية. بعمل بند، آخر بند في الجمعية بعد ما ياخدوا القرارات، القرار الأول موافقة على كذا، القرار الثاني زي ما يتفقوا هم مالناش فيه، باخد بند فوضنا نحن الأستاذ فلان الفلاني والأستاذ فلان الفلاني سواء مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية أمام الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الرقابة المالية والتأشير به في السجل التجاري. وخلي بالك، وهتقول والتصديق واعتماد محضر عقد التعديل أمام الشهر العقاري، لأنه أحيانا الشهر العقاري بيقفش وبقول لك لا، ما أنت ليك اعتماد وتعديل بس مالش، فأنت إيه كلمتين مش هتخسرهم. بعد ما تاخد محضر الجمعية والكلام ده كله بتقدمه للهيئة العامة للاستثمار، بتبتدي تراجع وانت على الشباك. لو هيعملها المحاسب القانوني ما عندناش مشكلة فيه، لو هتعملها انت تبقى عارف الحاجات المطلوبة منك، انك انت بتاخد معاك سجل تجاري حديث ما يكونش عدى عليه 3 شهور،
وبتاخذ معاك صوره من عقد تاسيس الشركه او صحيفه الاستثمار، وبتاخذ معاك المحضر، اصل محضر الجمعيه والكشوف اللي احنا قلنا عليها، وبتكتب اقرار دلوقتي عشان القيد والايداع شركه مصر للمقاصه. طلع القانون رقم 4 لسنه 2018 الزم كل الشركات المساهمه انها تعمل ايداع وقيد مركزي لاسهمها، اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله، انك انت دلوقتي زمان هست زمان ما عادش تنفع، انت مساهم يبقى انت هتروح تجيب بيان من شركه مصر للمقاصه انك انت والله الاستاذ اسماعيل طه يملك 70 سهم، قيمه السهم كذا، شركه كذا، خلاص. سواء الشركه اديت له او ما اديتلوش، فانت حقك اصبح فين؟ محفوظ في مصر للمقاصه. بتقدم الكلام ده في الهيئه العامه للاستثمار، سواء انتوا تبع القاهره الكبرى، يعني غالبا كلنا في صلاح سالم، الجيزه والفيوم في استثمار 6 اكتوبر اللي في مدينه الانتاج الاعلامي، ودلوقتي عملوا استثمار سوهاج، وحاليا في طور استثمار البحر الاحمر هتاخدوا الغردقه وسفاجه، وعملوا استثمار اسكندريه، وعملوا استثمار العاشر من رمضان. ده للشركات اصبحت موزعه توزيع اقليمي، الشركات اللي تبع القطاع يبقى هنا، يعني ما اصبحتش كلها مركزه عندنا في الهيئه، اصبح في مركز خدمات المستثمرين، اصبح في كل اقليم او في كل 7-8 محافظات في مركز ليهم خاص بيهم يؤدي هذه الخدمات. فانت هتشوف مقر الشركه فين. لو هي تاسست هنا وما زال الملف بتاعها موجود هنا تشتغل هنا، ولكن لو تاسست هنا والملف بتاعها راح 6 اكتوبر يبقى شغلك هيبقى فين؟ في 6 اكتوبر، ما فيش مشكله فيها خالص. بعد ما تخلص اهم حاجه وانت على الشباك تتاكد انه الجمعيه سواء عامه عاديه او غير عاديه اعتمدت بدون ملاحظه. اعتمدت ايه؟ بدون ملاحظات، لانه هي لو اعتمدت بملاحظات هتبقى عيبه في حقك كمحامي. اولا مش هتعرف تاشر بيها في السجل التجاري، وفي ملاحظه يعني في خطا اجرائي، خطا شكلي، ودي مشكله، ودي مشكله. معظم قضايا البطلان يا شباب الجمعيه لما تبقى فيها مشكله وتجي لك انت كمحامي عشان تبوظها، بتمسك الجمعيه من حيث الشكل، وبتمسك الماده 76 قانون 159 اللي هي خاصه بالبطلان، قالت ايه؟ انه اول حاجه لا يجوز ان يطالب بالبطلان من تغيب عن حضور الجمعيه بدون عذر مقبول. كل كلمه في الماده 76 لها وزن ذهب، مش كل حرف، كل كلمه. يبقى انت لو وجهت له دعوه على المقر الثابت في سجلات الشركه وهو ما جاش، اعمل له ايه؟ اروح اجيبه انا؟ بس لازم تثبت انك انت ايه؟ وجهت له الدعوه. الساده اللي شغالين في جنح المباني كانت خدت فتره عدم الاعلان الماده 59 وبتروح تجيب سين 6 مراسلات، نفس الموضوع عندنا برضه. بس دلوقتي البريد بتتتبع انت الدعوه بتاعتك وانت في مكتبك اونلاين، بيديك باسورد بتتتبعه ايه اللي حصل فيه اونلاين. انت بعت الدعوات ومعاك ما يفيد انك انت بعت الدعوات وثابت على مقر الشركه، اذا فافترض في انه هو تحقق لديه
العلم. هو بقى حضر ما حضرش دي ايه؟ مش مشكلتي، انا مش هعطل الجمعيه عشانه. طيب لو انا بعت الدعوه وعقدتها قبل 21 يوم فيها بطلان، لان انا كده بتوهه. خلي بالك انا كسبت القضيه في المحكمه الاقتصاديه عشان هو عقدها، انا عن نفسي يعني اكتشفتها صدفه والله، مش فراسه، واكتشفتها كمان في تاني جلسه مش في اول جلسه عشان اكون صادق. لما تيجي تركز في اي ملف لازم تفحص كافه الاوراق التي قدمت لاعتماد الجمعيه، لانه انت هتجيب يا اما دليل براءه او دليل بطلانها او دليل صحتها. منين؟ من ورق الجمعيه. سيبك من الكلام اللي هتسمعه، خلي بالك النظام الاساسي وانت بتاسس الشركه بيقول لك لا يجوز ان تنعقد الجمعيه العامه الا في مدينه كذا وكذا. تيجي انت سيادتك قال لك القاهره، وتيجي انت كده محامي صعيدي زي كده من سوهاج جاي من البلد كده بعبلك، وانت مش عارف الفرق. مؤاخذه سياده النظيف، كلنا صعيد، كلهم صعيد، وانت مش عارف الفرق بين القاهره والجيزه، وتروح تعملها في الدقي ولا في العجوزه، يبقى الجمعيه هنا ايه؟ انت هتدخل المحكمه هتنور على الحته دي. بس النظام الاساسي قال انه ما تعقدش الا في القاهره، وهو عاملها لي فين؟ في العجوزه. أقول والله ده بطلان. هو تاخد اصلا ملاحظه عندك في الهيئه العامه للاستثمار، تاخد ملاحظه، ما هو انت ما عقدتهاش في الجامعه، ما عقدتش في المقر. ممكن المقر بتاعها يكون في القاهره وانت تقول يجوز انها تعقد في القاهره والجيزه وتعقد، ما فيش مشكله ما تحددش. بس المهم حاجه يكون ايه؟ النظام الاساسي ينص على ذلك. ليه بقى؟ لانه للاسف الشديد، وأنا معترض على هذا الحكم إن كان لنا حق التعقيب، المحكمة الاقتصادية في أحد أحكامها أقرت بأن النظام الأساسي للشركة المساهمة المصرية هو نظام يعلو على اللائحة التنفيذية للقانون، وأن سلطان الإرادة إذا ما اتفق عليه المساهمون فإنه يسري في حق الكافة. أنا الحكم ده يعني طبعا هو طعن عليه بالنقد. ليه؟ في مادة في النظام الأساسي، المادة مش عارف كام وخمسين، بتقول إنه لا يتم رفع أو اللجوء للقضاء على أمور تمس الشركة إلا بعد أخذ رأي الجمعية العامة. دي موجودة، والمحامي قال لك إنه رفع قضية بطلان وتخطى النظام الأساسي للشركة ولم يقم بعرض هذا النزاع أولا على الجمعية العامة للشركة، والحكم أيد هذا القرار والكلام وقال إنه طالما ما عرضهاش ففي هنا إيه؟ بطلان، وبالتالي إرادة المساهمين عند التأسيس تعلو على هذه اللائحة. يعني الكلام ده محل نقد طبعا، وهنشوف هتوصل فيه الامور لفين يعني. وبالتالي انت النظام الاساسي لازم تعرف هل هو العقد هيتم انعقاده في القاهره ولا في الجيزه ولا في اسكندريه، زي ما بيقول لازم الجمعيه تعقد في هذا المكان. طيب انا خلصت اعتمد الشرط، هروح اقشر بالكلام ده في السجل التجاري، سواء زياده راس المال او تغيير مادة 21 أعضاء مجلس الإدارة، وهطلع عشان أعتمد عقد التعديل، لأنه إحنا عندنا في الشركات المساهمة لازم عقد التعديل أعتمده في الشهر العقاري، وبعدين أروح
أنشره في صحيفة الاستثمار عشان يبقى تعديلات الشركة عندي من أول يوم كان فيها فلان وفلان باع لفلان وفلان طلع، وأصبحت الأمور إيه؟ مسلسلة عندي. بعد ما أعتمد المحضر وأعتمد وأشر به في السجل وصدق على عقد التعديل، موضوعي كده انتهى خلاص. أصبح هناك تعديل، شركة المواد اللي احنا اتفقنا ان احنا نغيرها غيرناها، والمواد اللي احنا عدلناها عدلناها، واروح اشهر بيه في السجل التجاري واخد العقد التعديل ده اروح انشره في صحيفه الاستثمار. ده بالنسبه للجمعيه العامه الغير العاديه. ده بالنسبة للجمعية العامة الغير عادية اللي هي معظم المشاكل فيها بتكون مشاكل حساسة، لأنه غالبا بتنطوي على تعديل نظام الشركة. الجمعية العامة العادية نفس الإجراء، هي ما بتختلفش، بس مش بحتاج قبلها محضر داعي، هي ما فيش مشكلة فيها. بالنسبة للمحضر، اجتماع محضر مجلس الإدارة، هاخد معايا المحضر نفسه وأنا بعتمد، وهاخد معايا السجل التجاري حديث، وهاخد معايا كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأروح أعتمده من الهيئة العامة للاستثمار بالقرارات اللي هو واخد. القرارات دي يا شباب زي ما تكون، اجتمع المجلس بيكون فيه امين السر ورئيس الاجتماع، ويعتمد ما فيش مشكله فيهم خالص. ده بالنسبه لمحضر مجلس الاداره، وبالنسبه للجمعيه العامه العاديه، وبالنسبه للجمعيه العامه غير العاديه.